سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من ولد آدم، فأرسله بشيرا ونذيرا، وجعل الإسلام دينه الذي ارتضاه، خاتم الشرائع إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إننا نعيش اليوم في أعظم ذكرى نعتز بها، وفي عيد من أعيادنا الإسلامية نسعد بروحانيته في كل عام مرة، ذكرى ميلاد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عيد من أعيادنا الإسلامية، وهو عيد أشرق على هذه الأرض بشرى للناس ورحمة، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقد ذكر جميع المفسرين الكرام أن المراد بالنور في هذه الآية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول المفسر الجليل الفاضل الكبير العلامة إسماعيل الحقي رحمه الله تعالى في تفسيره روح البيان: وقيل المراد بالأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالثاني القرآن. ويقول: سمي الرسول نورا لأن أول شيء أظهره الله بنور قدرته من ظلمة العدم إلى نور الوجود كان نور محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: أول ما خلق الله نوري. وسأل جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أول شيء خلقه الله قبل كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل كل الأشياء نور نبيك من نوره، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن عمره فقال: لا أدري، ولكن أعلم أن في الحجاب الرابع نجما يطلع في كل 70,000 سنة مرة، رأيته 72,000 مرة. فقال صلى الله عليه وسلم: وعزتي ربي، أنا ذلك الكوكب. وذكر الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام قال له: ارفع رأسك، فرفع رأسه فرأى نور محمد صلى الله عليه وسلم في سرادخ العرش، وقال: يا ربي، ما هذا النور؟ قال: هذا نور نبي من ذريتك، واسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضا. وروي أن نوره عليه الصلاة والسلام نزل مكة في صلب آدم، ونزل السفينة في صلب نوح، ونزل النار في صلب إبراهيم. وهكذا نقل من الأصلاب السادده إلى الأرحام الطاهرة، إلى أن طلع بين الأبوين الكريمين.
وروي أنه نودي ليلة حمله صلى الله عليه وسلم في السماء والأرض أن النور المكنون المحمدي استقر في هذه الليلة في بطن أمه سيدتنا آمنة رضي الله عنها، ويخرج للناس بشيرا ونذيرا، وأمر رضوان خازن الجنة في تلك الليلة أن يفتح أبواب الجنان كرامة لبرود محمد صلى الله عليه وسلم في الأكوان. وفي الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أن جميع الأصنام سخطت على وجوهها، وأن إبليس رن على جبل أبي قبيس فاجتمع أعوانه وقال: ويل لكم أيها الشياطين، إن محمدا حملته أمه في هذه الليلة، ونطقت كل دابة لقريش في تلك الليلة، فقالت: حمل بمحمد ورب الكعبة، وهو نور الدنيا وسراج أهلها. وروي أيضا أن في تلك الليلة أسرة الأكاسرة انكسرت، وشرف إيمان كسرى تساقطت، وبحيرة ساوة غاضت، وأسطوانات الملوك تزلزلت، وكان ينادى في كل شهر من شهور حمله الكريم صلى الله عليه وسلم في السماء والأرض، ويقال: أبشروا بقرب المصطفى النبي الأمين. ويروى عن والدة فخر الرسل سيدتنا آمنة رضي الله عنها أنها قالت: لما مضى من حملي 6 أشهر سمعت هاتفا يقول: آمنة احضري لولادة الطفل المأمون. وقيل: أتى إليها آت في المنام فحركها وأخبرها أنها حملت بسيد العالمين صلى الله عليه وسلم، وبالجملة أن أمه صلى الله عليه وسلم لم تزل ترى وهي حامل به ما يدل على عظم قدره وشرف مكانته صلى الله عليه وسلم من الكرامات والآيات الباهرات والمعجزات الواضحات، إلى أن مضت تلك الشهور وأشرق الوجود بذلك النور الفخيم. وعن آمنة بنت وهب رضي الله عنها أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كانت تلك الليلة قمراء، ولم تكن في السماء شيء من الظلماء، وكان عبد المطلب ذهب مع جميع أولاده إلى تعمير الكعبة الغراء، ولم يكن عندي أحد من الذكر والأنثى، وحصل لي الوحشة من الوحدة، وحق لي البكاء إذ أخذني ما يأخذ النساء من الألم والمخاض والطلق. فبينما أنا في هذه الحالة إذ دخلت علي نسوة كالنخلة طولا، فتعجبت منهن، فقلن لي: نحن آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وهؤلاء من الحور العين، وإذ أنا بديباج أبيض مد بين السماء والأرض، وسمعت قائلا يقول: خذوه عن أعين الناس. ورأيت أيضا رجالا وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة، وأني من فضة ويترشح وأني يترشح مني عرق أطيب من المسك. فأخذ بي المخاض، واشتد بي الأمر، وكأني مستندة إلى نساء، وكثرن علي كأنهن معي. فحين ولدته صلى الله عليه وسلم ووضعته أحسن وضع، ما بي وجع ولا شدة ألم أصلا، هذا الحبيب ومثله لا يولد،
والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى في منصة حسنة، هذا مديح الكون هذا أحمد، هذا مليح الوجه هذا المصطفى، هذا كحيل للطرف هذا أمجد، هذا جليل النعت هذا المرتضى، هذا جميل الوصف هذا مسند، هذا الذي قد ساد كل سيادة، هذا الذي هو حامد ومحمد، هذا له خلق عظيم فاخر، شهد الإله به فلا تردد، هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد، هذا الرسول المجتبى، هذا الذي ختم النبوة والرسالة، فأشهد وبشرى لنا فلنا به حصل السعادة والهدى والسؤدد. صلى عليك الله يا خير الورى، ما دام يتلى في المجالس مولد، وعن آمنة والدة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لما وضعت الدر اليتيم لم أدده في موضع وضع، فأدرت نظري فإذا رأيته صلى الله عليه وسلم قد رفع بحجرتي داخل بيتي وقد ملئت بالأنوار، فدخلت الحجرة فرأيت حبيبي رافعا يديه إلى جانب السماء بالأنوار، إلى جانب السماء كالداعي المتضرع، مكحلا مخدونا معطرا موضوعا، على صوف أبيض ملفوفا في حرير أخضر، وسمعت قائلا يقول: أعطوا محمدا المصطفى خلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وخلة إبراهيم وصدق إسماعيل ورضا إسحاق وحكمة لوط وجهاد يوشع وشدة موسى ومحبة دانيال وتوبة داود وصبر أيوب ووقار إلياس وقبول زكريا وعصمة يحيى وزهد عيسى، واغمسوه في أخلاق الأنبياء، وعن عبد المطلب جد المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما ولد حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وكنت في تعمير البيت وطوافه، فشاهدت البيت مال بأركانه إلى جانب المقام مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسمعت تكبيره وتهليله بالنطق الفصيح، ثم قام البيت وقال: الحمد لله الذي فضلني على سائر الأمم بحرمة حبيبه محمد المصطفى، ثم بشرت الأركان أركان البيت بعضها بعضا بمجيئه صلى الله عليه وسلم، فلما شاهدت هذه خرجت من باب الصفا متوجها إلى دار المصطفى، رأيت الأصنام سقطت من على الكعبة على رؤوسها، ورأيت منزل آمنة قد أحاطت به الطيور، فدققت باب الدار فخرجت أم سيد الأبرار وليس بها ضعف الولادة وعلة النفاس، فحصل لي الاضطرار، فقلت: أين النور الذي أعهده في جبينك؟ قالت: وضعته على أجمل وجه، وسمعت هاتفا يقول: يا آمنة اجعل اسم هذا المولود محمدا. فلما سمعت هذا قلت: يا آمنة أين هذا المولود؟ فأشارت إلى بيت صغير فتوجهت إليه، فإذا بالباب شخص عظيم وصياح هائلة، فأخذتني الرعدة، فقال: لا يمكن لك الوصول حتى تتم زيارة الملائكة إلى 3 أيام. وقالت: وسمعت قائلا يقول: أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد أو قائم أو قاعد، يأخذ بالمراصد في الطرق والموارد، أعيذه بربي من فتنة المعاند. ثم لما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة
أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ورسولا إلى كافة الخلق والناس أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي الكريم والرسول الرؤوف الرحيم. فطوبى لمن آمن به وصدقه، وويل لمن كذبه ونافقه وكفر به. ألبسنا ثياب اليقين وألحقنا بتوفيقك، ألبسنا ثياب اليقين وألحقنا بتوفيقك في السابقين، الذين كلما لاح لهم في مرآة الفكر ذنوبهم تجافت عن المضاجع جنوبهم، وأشغلهم من رؤية غيرهم عيوبهم، وبدلت بذكر الله قلوبهم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، قائد الأمة، رسول الرحمة، النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي، الذي ختمت به الرسالة والنبوة، ونصرته بالرعب على الكفرة، وشققت له القمر، وأنطقت له الذئب والشجر، وأنزلت بدعوته وابل الغيث والمطر، وعشوشب منه القفر والحجر، وخصصته بالوسيلة العظمى والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر، وجعلت أمته خير الأمم، وغفرت له ما تقدم وما تأخر، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة، وجاهد في سبيلك حق جهاده، وعبدك حتى يأتيه اليقين. اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار منه دينه وإبقاء شريعته وسنته، وفي الآخرة بشفاعته. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، واحفظ أموالنا وديارنا، وانظر أولادنا، واغفر آباءنا، وارحم أمهاتنا، واجعلنا منهم، واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم، واجعل اللهم آمنة مطمئنة بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك ودوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المباركة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعمة لا تنفد، ومرافقة نبيك في الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وفضلا دائما. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قلت ما قلت، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.